Я бой! الله، طعم حلو قوي ده يا عبادة، معمول ازاي ده؟ ده فول بالخلطة المتحبشة واللازم منه يا فريال هارم. اخبار الطعمية ايه يا عم ابو روف؟ دوق يا استاذ وحيد وشوف بنفسك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى تعالى يا مجاهد، كل فول معمول بالخلطة المحبشة واللازم منه. لا لا مش هقدر يا جماعة، الاحسناني النهاردة يعني مستعجل قوي، ويا قاتل يا مقتول، وبعدين ما عنديش نفس، يعني انا هاخد الشهادة النهاردة، يا هقول انا الشهادة. يا دي عبادة، ربنا معاك يا مجاهد. اعمل لي شندوتش من اللي متحبش ده. فول ولا طعمية؟ طعمية سخنة؟ مهوجة. اديني من المهوجة دي، خليني لعلع وصدري يحملهم كده. هات هاني يا قاتل يا مقتول، ايه الشهادة اللي معاملة تتأخر دي؟ ماشي، بص بقى، أنا إيه هديك الفول وهات معاملك الطعمية. بسرعة يا عبادة عشان مستعجل. يلا امسك. الله، تسلم ايدك عم أبو رؤوف. عم أبو رؤوف. نعم. الطعمية من اللي هناك دي. الله، بقول لكم ايه، اوعى تسعك ليه النهاردة يا قاتل يا مقتول، يا هطلع الشهادة. ايه الاستعجال اللي احنا فيه ده؟ طب كنت ابنة قديمة من غير قطة ولا فحمة. حمد يا عباد، روح قول اعمل لنا كوباية شاي. يلا. شاي ايه؟ انت مش بتقول انك مستعجل؟ فكرتوني اخرتوني. سلام عليكم يا جماعة، سلام عليكم. وعليكم السلام. الله، ربنا معاك يا مجاهد. لو اني خير يا عباد. شوف وعملت ايه بقى يا شقيق؟ سلموكوا الشهاده ولا لسه؟ هو انا عرفت اوصل داني على بال ما وصلت المجمع يا سعيد، كان الفول والطعميه والجبنه والجرجير والحاجات دي حمي فوق صدري ايه على الاخر، ولقيت نفسي واقف كدهم تنح، معرفش اتعتى خالص من مكاني يعني، ونفسي ضاق. قلت ريح يا مجاهد، ريح. ريحت يعني جنب اللي هي المجمع اللي هي في الجنينه دي الخضره دي، ريحت من هنا ما فوقتش الا بعد ما المجمع قفل والموظفين روحوا، قال ايه علشان مظاهرات. قال وين ياد يا سعيد، ريقي ايه نشفان وعطشان وايه وعموت يعني عموت. قمت بقى جاي جري يعني ليك علشان ابلع بالحاجه الساقعه دي علشان اهضم. يا صباح الكلمات يا شقيق، وعظمت. ايوه الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله، ده انا حتى جوعت يا الظاهر ان الحاجه الساقعه دي بتجوع. ايه حريه عداله اجتماعيه، 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 ايه حريه عداله اجتماعيه. مين دول يا سعيد؟ دول شباب عاملين مظاهرة، بس الشباب زي الورد، شباب رجالة بيطالبوا بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية. ايه وهيطالبوا مين يا دي سعيد؟ هيطالبوا الحكومة. باو، طب والحكومة يعني هترد عليهم؟ وما تردش ليه؟ مش حقهم وبيطالبوا بيه؟ طب وحق يا سعيد في شهادة الميلاد؟ خلاص يا شقيق، قوم امشي معاهم في المظاهرة، لو رد عليهم يمكن يعملوا لك الشهادة. عندك حق يا عندك حق، مو ليه؟ بس بقول لك كده سعيد، اعمل لي شندوتش كده يعني علشان اعرف الاعلع كده في المظاهره. لا بلاش فول عشان ما يحميش على صدرك، مش هتعرف تهتف. عندك حق يا ده، ما يحميش. استنوا يا شباب، ما انا جاي وياكم. حريه عداله اجتماعيه، عيش حريه عداله اجتماعيه، عيش حريه عداله اجتماعيه، عيش حريه عداله اجتماعيه. ايه يعني حضرتك يعني عاملين المظاهرات دي علشان العيش هيحرق في السوق؟ لا يا حضرتك، احنا عاملين المظاهرة دي عشان كلنا نبقى واحد، عشان اللي زي واللي زيك. ايه علشان ليه؟ ايوه، انت مش مواطن مصري؟ ايوه. تلاتة بالله العظيم، وما راضينش يطلعوا على شهادة الميلاد. خلاص اهتف معانا وقول عشان تقدر تاخد حقك وحقنا كلنا. عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية، وشهادة الميلاد. عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية عدالة اجتماعية، وشهادة الميلاد. عيش حرية عدالة اجتماعية، وشهادة الميلاد.
عايش حرية شهادة الميلاد. أهلا مهلا. عايش حرية شهادة الميلاد. عايش حرية شهادة الميلاد. عايش حرية شهادة الميلاد. يا جماعة يا جماعة خلي بالكم مني، وأنا مضطر دلوقتي أنزل عشان ألحق المظاهرة. مظاهرة؟ مظاهرة إيه؟ معلش لما مجاهدي فوق هيبقى يفهمكم. الورق ده كان معاه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش اللي حصل يا مجاهد؟ ايش حرية شهادة الميلاد ده لسه بيهلوس. افتح كده يا عبد التلفزيون شوف ايه. يعني ملتزمة بالحمولات بتاعتها. طب شوف القناة التانية كده. تسليم الحمولات لازم برضو. القناة التانية ما فيهاش اي حاجة. الله، وده معناه ايه ده؟ معناه انه وهو واقف في طابور العيش ضربوا عليه قنابل مسيلة للدموع. جايز، انا شفت الكلام ده فيلم اجنبي، ممكن يكونوا بيحاولوا يطبقوا ده هنا. فيلم ايه بس يا استاذ وحيد؟ ما المظاهرة قدامك اهي. معلي الصوت شوية يا عبادة، خلينا نسمع. ابني مجاهد لسه مكلمني دلوقتي حالا وبيقول لكم مصر كلها قامت عشان تاخد حقوقها، واحنا كمان مش اقل منهم، لازم نعمل زيهم. ايوه، بس نعمل كده يعني؟ يعني لازم نقوم، كل البلد لازم تقوم زي مصر. نزلوني. عيش حريه عداله اجتماعيه. عيش حريه عداله اجتماعيه. يا ترى يا مجاهد انت وعبادة عاملين ايه دلوقتي؟ انا مش فاهمة ايه اللي نزلهم تاني. استرها يا رب. انا قلقان على سعاد والعيال قوي، اصلهم كلهم في التحرير حتى ام سعاد. انت كويس يا عبادة؟ كويس. اجمد يا مجاهد. ايه يا بدل الحصب؟ ها مجاهد؟ ولا حاجة. انا كويس الحمد لله. امسك يا عبادة. أنا بس اتكعبلت وأنا طالع أجري على السلم، وعبادة كتر ألف خير وشالني. الله، وأنت كنت بتجري ليه؟ جينا نطمن عليكم، الشرطة يا رجالة اختفت من البلد كلاتها، والحرامية والبلطجية سرحين في الشوارع سلب وناب. يا نهار بشفايت، يعني إيه؟ ده إحنا في نص البلد، جنب البدان، يعني ممكن البلطجية دول يجوا يهاجموا البنسيون؟ لا لا يا عم صناديلي، احنا مش هنستناهم لحد ما يجوا، احنا لازم نستعد لهم يا رجاله. طب والشرطه والحكومه اللي اختفوا دول راحوا فين؟ راحوا مطرح ما راحوا بقى في ريال قالك. خلاص انسي الحكومه دي، واصل من النهارده مفيش حكومه، احنا الحكومه. رجال مش عايزين فوتنا ملايه النهارده. ها ماشي. لجنه استعد. ايه؟ وقف العربيات. ايه؟ اقف. وقف يا انزل ورخصك في يدك. وحيه استاذ كلبش العربيه. خد يا عم ادي الرخصه. ايه اسمك؟ ايه اسمي؟ معاطي. معاطي؟ معاطي كيف يعني؟ معاطي هو اللي كيف؟ انا اسمي معاطي، انت هتحاسبني. خلاص يا عم ما تزعقش. يا عم ما تزعقش. بو ايه يا عم انت عامل فيها صايع؟ ما احنا صايح برضك. انت صايح ايه ولا ايه؟ ايوه صايع. ايوه صايع. إيه يا عم؟ لا ما تاخدناش في دوك يا ده، انت في لجنه يعني تحترم نفسك. عباد ايه؟ اجرى اسمه ايه ده احسن يكون بيكذب عليا ولا حاجه. ماشي. رايح فين يا معاطي؟ رايح اجيب ايجار الشقه. شقه؟ انهي شقه دي؟ والايجار كام يعني؟ شقيت انا؟ انت مالك انت الايجار كام؟
فخليني اعدي بقى وخلص. شقتك وبتاخد عليها ايجار ليه يعني؟ منظره منظره. الحمدلله. ايه دي الرخصه؟ خد يا سن خد. ايه الرخصه يا اخي؟ الرخصه منتهيه بقى لها شهر ما جددهاش وعلى فحص. ما جددتش الرخصه يا معاطي يا رمه ليه يا ده؟ معلش ما كنتش فاضي. يعني احنا بس فاضيين علشان يعني نقف هنا وانت فاضي تروح تاخد ايجار الشقه؟ ده انت وجعتك مهببه. هات هات خد بيانات وهات عباد. حفظتها وما تتعبناش تاني. ها انت فلاش نادي. احترم نفسك احترم نفسك يا ده سعيد. انا شاكك في الراجل ده فتش. حاضر. ايه ده؟ لا معوش حاجه. يا نهارك اسود معكش حاجه يا بوي. يا دي وحيد قومه شمم الكلب البلد العربيه دي. وهتبقى ليلتك مهببه لو لقينا عظمايا في العربيه. ها يلا يا دي وحيد. خلاص خلاص عفونا عنك. يلا امشي يلا امشي ما تعتبش المنطقه دي تاني. ها يلا وسع وسع بس خلاص لحسن يدوس الكلب. خلاص ايه تروح فين يا؟ مش هتاخد ايجار الشقه؟ مش هاخد الزفت. وايه رايك بقى؟ انا هبيع الشقه. الزفت ده انت حاجه تاني. كسر العربيه دي كسر العربيه. امشي امشي يا اتصدق يا دي عبادي انا شكيت في الراجل ده يكون يعني من بلطجيه اليهو. طب يعني انت ايه اللي خلاك تشك؟ مش بيقول لك هياخد ايجار الشقه؟ اه ما وريناش يعني عقد الشقه يعني ولا مفتاح الشقه. ايوه فعلا صح يا مجاهد ده ضحك علينا. يبقى حرامي ورايا رجاله. حرامي حرامي. انا حاسس يا جماعه ان هم قربوا مننا. انا جالي تليفون من شويه بيقول ان هم في المحلات اللي ورا الميدان اللي جنبينا وسرقوا منها كل حاجه. انا كمان يا جماعه سمعت انهم في الشارع اللي ورانا بيسرقوا العفش من الشقق وقدام عيون الناس. سمعت كمان انهم معاهم مسدسات ورشاشات ونبلن. يبقى هيجوا ياكلونا بعد ما يسرقونا ويهبونا. ايه يا استاذ كامل يا عم ما تخافش يا عم احنا مستعدين ليهم. في ايه؟ بقول لك هيطبوا علينا ويفرتكونا. يا عم يفرتكوا مين يا عم؟ يفرتكونا كيف يعني؟ انت ايه مش حاسب نفسك ولا ايه؟ انت اللهم صل على النبي يعني تطبقهم كلاتهم في يد واحد. بيقول لك مسلحين بكل اسلحه العالم ولو طبوا علينا هيفرتكونا. يا عم انت مالك انت؟ هيفرتكونا احنا؟ انت مالك انت يا عم وكامل انت بو يا جماعة دي كلها إشاعات محدش يصدق الكلام ده. يعني كل واحد يقول لك أنا سمعت أنا سمعت والتاني يقول لك أنا حسيت. في يا عم وحيد؟ ولو حتى جم إحنا مستعدين ليهم وجاهزين. مش كده يا رجالة؟ إيه يا رجالة طبعا. يا جماعة انتوا جيتوا ليه يا جماعة؟ في ايه؟ دي كلها اشاعات يا جماعة. ايوه بس على فكرة انا حاسس ان هم قربوا خالص. الو يا كرشة اصبح الكلمات ايه؟ وضربوا في ال 17؟ لا يا راجل. طيب ماشي يلا سلام. في ضرب في 17؟ في ضرب في 17؟ يقول لك في ضرب في 17؟ ده بالك في ضرب في 17؟ جالكم كلامي هم قربوا وجايين عشان ياكلونا. انت مالك انت؟ هياكلونا احنا يا عم كامل. في ايه يا عم؟ يا جماعه احنا مستعدين يعني ومصحصحين قوي قوي قوي. صح يا رجاله؟ صح طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة واحدة يا إخواني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني أهل المنطقة، أنا جاركم المحاسب أحمد عبد الرحمن. في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها البلد لازم كلنا نقف ايد واحدة، ايد واحدة ضد الظلم ضد الفساد ضد الاستغلال، خصوصا استغلال المحلات والسوبر ماركت.
وسوبر ماركت الهدى بالذات كيس الشيبس ابو 3 جنيه بيبقوا ب5 جنيه، الرغيف ابو ربع جنيه بيتباع بجنيه، وده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، ده اسمه افتراء. معاك حق يا استاذ احمد، ده العيش الفرنجي اللي كان 5 منيه بجنيه بقى دلوقتي 3 بجنيه. بو الناس ايه هتاكل زلط؟ كارت الشحن اللي هو كان ب 10 جنيه ده اللي انا اكلم منيه بضاره دلوقتي بقى ب 15 جنيه. ده حتى كيس النسكافيه، كيس النسكافيه اللي انا كنت عجيبه المدام فريال هانم اللي ساكنه عندنا في البنسيون كان ب 15 جنيه دلوقتي بقى ب 20 جنيه. ايه ست هتشرب ايه يعني زلط؟ بارك الله فيك يا اخي، بارك الله فيك، وده اللي كنت عايز اقوله بالظبط. عشان كده اتفقت مع بعض الاخوه ان احنا نقسم نفسنا مجموعات ونمر على كل محل وكل سوبر ماركت وكل فرن وننصح. ننصح بايه؟ بالعافيه. لا بالذوق. ننصح بالذوق، ان ارتجعوا كان بها، ان ما ارتجعوش يبقى ايه؟ بالذوق. لا بالعافيه، ويبقى جنت على نفسها براكش. واحنا معاك يا استاذ احمد وعلى براكش دي يا رجاله، احنا دلوقتي في ثوره يعني لازم كلاتنا تبقى يدنا في يد بعضينا. يلا نقوم ها ونبدا الاول بالشيبسي وبعدين النسكافيه. يلا على بالعافيه وبالذوق. صباح الخير يا عم صناديني. صباح الجمال والرقه والدلال يا استاذ. ايه الورد الجميل اللي ريحته فايحه دي؟ يا راجل احنا بنعيش عهد جديد، يعني هوا جديد، نتنفس هوا نظيف، ريحته حلوه. الله عليك يا عم صناديلي. امال فين يعني باقي الحبايب؟ محدش منيهم باين. الحبايب من النجمه نزلوا اشغالهم. لا ما تقولش. امال عباده راح على اصل الثقافه، وعمك وحيد على الاستوديو عدل، ومدام فريال راحت جمعيه مصر الامن، وعبد الرؤوف قرر ان هو يرجع لمراته واولاده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عمار يا مصر. وانت على فين العزم ان شاء الله؟ طالع بقى المجمع خلاص فتح والموظفين رجعوا اشغالهم، عايز اعمل شهاده الميلاد بقى يا عم صناديلي. تعرف يا مجاهد عندي شعور غريب ان النهارده ان شاء الله ربنا هيوفقك وهتطلع الشهاده. يسمع من بوجك ربنا، يسمع من بوجك ربنا، لاحسن واحد تعب خالص. خلاص يا مجاهد مصر اتغيرت والمصريين اتغيروا، قرروا ان هم ما يعملوش حاجه وحشه ابدا. امين يا رب. الحق بقى مدام سعيده، سلام عليكم. مع السلامه يا مجاهد. اطمن يا مجاهد كده اقدر اقول لك خلاص. يعني ايه هاخد شهادة الميلاد خلاص؟ طبعا هتاخدها، بس لما يجي الرئيس الجديد. باو واني لسه هستنى رئيس الجمهورية الجديد. لا 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 لا، انت دماغك راحت لفين يا مجاهد؟ انا قصدي رئيس المكتب الجديد، عشان هو اللي هيمدي لك ويقشرها لك ويسلمها لك بنفسه. مدام سعيدة عن جد؟ بجد المرة دي بجد يا مجاهد، خلاص مصر اتغيرت وبقت لكل المصريين. الحمد لله الحمد لله مدام سعيدة، يعني مش هسمع بعد كده ايه عايز تسيبنا يا مجاهد؟ في الحقيقة احنا اسفين جدا يا مجاهد على كل اللي حصل لك، مرة تانية لما تحب تطلع شهادة هتطلع لك وانت واقف. مبروك الشهادة. مبروك مبروك يا مجاهد. يعني كان لازم تقوم صورة علشان تدوني شهادة؟ ايه بتقول حاجة يا مجاهد؟ لا بقول تحيا مصر. مجاهد احب اسألك بالمناسبة دي تحب تقول ايه؟ الحمد لله احب اقول ان الحمد لله رب العالمين بقى معايا شهادة ميلاد دلو، وبقى تاريخ الميلاد 25 يناير، وبقى معايا كمان بطاقة، وبقيت رسمي الزنات مجاهد المصري ولد عواضينا بالجهد المصري. ومن هنا من المجمع من ميدان التحرير ذات نفسه بعلنها صريحة، وبقول للواد مخيمر اللي كان بده يتجوز بدارة خطيبته وكان فرحان بالبندقية بتاعته قوي، يا دي مخيمر مجاهد قبل 25 يناير غير مجاهد بعد 25 يناير، يعني دلوقتي بقيت الزنات مجاهد بحق وحقيقي. ابني خد
الشهادة يا بلد ابني، خد الشهادة. الزناتي مجاهد هيرجع بالبطاقة يا بوي. يسلم فمك يا مجاهد. ايوه كده، شرفتنا وشرفت البلد بحالك. اخيرا فهمت. احنا كلنا لازم نتشرف بيه، وكلنا لازم نطلع على المحطة عشان نقابله. يا حبيبي. ايوه يا بوي، افرح يا اخويا. فرحانة يا اختي، فرحانة. اقول لكم ايه بقى، محدش يعيط احسن عيطني كمان. يا مجاهد، يا مجاهد، انا حبيتك زي ابني من اولادي. البلشوم بتاعي ده تعتبره دايما بيتك، وما تقطعش بينا، ما تنساش ابوك الصناديلي. ربنا يخليك لي نعم صناديلي، ويخلي لك بنسونك، ويجعله عامل بهل وناسه. السلام مدام فريال. السلام يا مجاهد. السلام. سلم لي على بدارة قوي قوي. اديها الهدية دي، وقول لها دي من طنطك فريال. طول عمرك زوج يا مدام فريال، واني كمان سايب لك زرعة المش اللي كانت عجباك وعتقولي عليها ريجنال. مرسي يا مجاهد. هتوحشني يا اجدع صعيدي عرفته في حياتي. وانت كمان هتوحشني يا شاعر النيل الجديد. ده ديواني الجديد، هدية ليك، أول نسخة. وأنا أتعلم القراءة والكتابة مخصوص يا عبادة لأجل ما أقراه وأحفظه. أنا اتعلمت منك كتير قوي يا مجاهد على فكرة، وهقولك على خبر يفرحك بجد. أنا جالي دور بجد في السينما. لا أنت هتكذب. لا والله يا مجاهد. لا هتكذب. صدقني المرة دي بجد. النهاردة مفيش كده. النهاردة في عمل واجتهاد بجد. توحشني يا مجاهد. أنت كمان يا أستاذ وحيد. ربي. عم عروف. كانش ينفع مجيش أسلم عليك. سلمنا على أهل البلد كلهم، وبلغهم حبي واحترامي. عم عبرقوف. وانت كمان عم عبرقوف، سلمنا على سعاد وعلى أحمد وعصام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ابقوا قولوا للرئيس الجاي خلي باله من الصعيد ومن مصر كلها، مصر ومن الدنيا. السلام عليكم. الميلاد، انما دلوك كلتنا هنقول بالروح
بالدم نفديكي يا مصر. بالرأس بالدم نفديكي يا مصر. بالرأس بالدم نفديكي يا مصر. شرفت بلدك يا مجاهد، وانا بالمناسبة دي هتبع عجلين لاجل البلد كلها تاكل. لا مش كفاية يا حضرة العمدة، احنا خلاص بقينا في عصر جديد وفي عهد جديد، ولازما يا حضرة العمدة احنا كلاتنا نبص للمستقبل. امال ايه؟ لازما يبقى فيه حرية وعدالة اجتماعية يا رجالة ومساواة. ايوه، ولازما يا جماعة ننظف بلدنا ونشغل كل اللي عاطلين فيها اللي قاعدين لا شغلة ولا مشغلة. ولازما يا مخبر نبني مدارس ونجدد مستشفيات يا ده صمادة. يا حضرة العمدة لازما حضرتك تعلم الغفرة كيف يتعاملوا مع اهل البلد. امال ايه؟ لازما نغير ونتغير. من بكرة يا مجاهد كل اللي تقول عليه حننفذه. باو، من بكرة؟ لا خلاص، بكرة دي تنساها بحي. خلاص يا حضرة العمدة، من دلوك والنهاردة هنعمر بلدنا. خلاص من النهاردة يا مجاهد. ايه هتقول ايه؟ النهاردة يا مجاهد. ايوه يا حضرة العمدة، ولازم ندخل الانترنت في البلد. ايوه، لازم ما كل اهل البلد يتواصلوا مع اهل البلدان اللي جنبينا. امال ايه؟ خلاص ندخل الانترنت يا مجاهد. وحتة الارض اللي في وسط البلد اللي جنب السواق دي عارفينها يا رجالة؟ ايوه. احنا لازم ناخدها يا حضرة العمدة ونعملها ساحة كده ومدان، ونسميه ميدان التحرير، لاجل ما يكون فيه فساد ولا حاجة نروح ونصور ونقف ضده. قلت ايه؟ خلاص يا مجاهد نعمل ميدان التحرير. الله عليك يا عمدة، ودستور العمودية يا عمدة. ايه؟ خلاص مفيش توريث ولا تمديد بعد كده. ايه؟ خلاص يا مجاهد، لا توريث ولا تمديد. بالروح بالدم نفديكي يا مصر. بالروح بالدم نفديكي يا مصر. بالروح بالدم نفديكي يا مصر. ايوه بدر، كنك نسيت فرح نعاد. الفرح صح. حضرة العمدة عملت ايه في الفرح؟ خلاص يا مجاهد، بدل فيه تغيير يبقى لازم نتغير بقى. يا رضا، انا بطلب ايد مجاهد لبنت بدارة. اه رأيك يا مجاهد افكر. يا بنت والطبل يلا نزيد بقى ست الدار الليلة ليلة سعادة. أمه وأبوه كل البلد تشهد لهم، عمه وابوه رجال محد زيهم. امه وابوه كل البلد تشهد لهم، عمه واخوه رجال محد زيهم. وقف الزمن على غير عادة، وكتبنا مع بعض شهادة. فاضل مخان واد ولاد، باركت يناير يا سادة.
الحرية من 25 خير يا حضرة الظابط؟ فين مجاهد؟ عوضينا بالبوت مجاهد يا عمد. اهو ليه وديه؟ ايه ما ايه حضرة الظابط يعني انا مجاهد ودي فرح يعني على البيت بدارة دي. معاك بطاقة مجاهد؟ بطاقة؟ هيقول لي بطاقة هم ليه شهادة ميلاد وبطاقة ايه يعني يا سلام اهي طب اتفضل بقى معانا. ايه مزورة ابن مجاهد يا حضرة الظابط ما عملش اي حاجة ده زينة شباب البلد. ايوه حضرة الظابط وبعدين يعني لو على الكلام اللي انا قلته على المحطة دي حضرتك يعني انا كنت عفضفض مع اهل البلد وكنت عفضفض مع حضرة العم دي. بص يا حضرة الظابط اعتبرني جزمة قديمة ما تقول حاجة يا ام. ايوه يا بيه جزمة ابن صرمة. يا مجاهد انت مطلوب للتجنيد ولازم تسلم نفسك دلوقتي حالا عشان الخدمة العسكرية. يا سوادك يا مدارة يا سوادك يا حزاب الدن الليلة دخلتي. بس دي اوامر ولازم تتنفذ واعمل حسابك يا مجاهد لو ما جتش معانا هتعتبر متهرب. متهرب؟ جات الحزينة تفرح ما لقيت لها شي مطر. لا يا ام لا اوعاك تقول كده. امال ايه الجيش ده شرف لكل مصري. حضرة ظابط انا جاي معاك. سلام يا بنت بدارة رايح استلم المخلة وتاني راجع طوالي ما اتاخرش عليكي. سلام يام. سلام يا سلام يا اهل البلد كلاتكم هتوحشوني. سلام واستنوني انا جاي تاني بس واني جندي مجند الزناتي مجاهد. سلام مجاهد.